وحدها وحدها وحق ديرة أهل الطيب، الله وحق ديرة ما الديرة ديرة أهل الطيب، وحق ديرة أهل الطيب ما يا وحق ديرة أهل الطيب ما يا الطيبة ما يا ماما وحدها يا وحدها الكبار تريد لبقدها وحدها وحدها ما يا ايدك ايدك لا 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 ما تظن تصويك تصويك وحدها ما وحدها يطلع عن صوت لو طبقايا وما سوي الله ولا ريت ولا ما ريت عقب خلي ما ما عاشر عقب خلي ما عاشير ولا ريت ولا ريت انا من هو مهما اكريت يساعدك. احنا حقيقة ما ودنا ان نخلي ما ودنا نخلي الفنان يحزن، خلينا نقوم نكون قريبين عليه اكثر. كاظم مدلل، يعني انا حقيقه ما ودي ان اي فنان يجي يمي يبكي لو يحزن. الف سلامه على قلبك، نعرف انت مريض وهواي فنانين ما زاروك، والله يرحم الوالد. انا اعرف متاكد انه ذكرت انت والدك. لا انا والدي ما اقدر اسمعه، ترى ما اقدر اسمعه ولا اقدر اشوفه يعني ابدا. يعني قبل يومين خابرني حيدر، اي قال لي والدك طالع بالتلفزيون. اي قلت له ما يخالف حيدر، ما انا والدي ما اقدر اشوفه ولا اقدر اسمع صوته، خصوصا هذا يعني بيت ابو ذيه. يعني الله يرحمه والدي، ترى خسرناه، مو انا خسرته، خسره كل الحمد لله كل يعني والدي مدرسه بالغناء الريفي، ووالدي راح يزور صديقه بالمستشفى وتوفى. خير ما انجب، ادعي له الولد الصالح بعد، الولد الصالح ادعي له. وما ودنا والله، انت فنان مبدع، دخلت ترى كل بيت ولك جمهور كبير، مو نزار الفارس اللي يقول قيم كاظم دلل، لا جمهورك كلش كبير انت، وصاحب ترى قلب طيب جدا. يا جماعه اللي تشوفوه على طول يضحك ويحكي نكات وعلى المسرح، ترى في داخله حزن كبير جدا، ولكن احنا ترى ما نشعر. صديقي انت، شكرا حبيبي، يا ربي ما اشوف شاك كل عمرك. لا انا قلت لك بالبدايه، قلت لك فراس يعني انا ما يعني ما اعتقد راح ابكي ولا ما عندي فد شيء يعني. صحيح، يعني بردت اوصل لك انه ما لا يعني لا تخلي، ولكن حقيقه ما خاني خنو يعني خون التعبير بعد طبعا، وانا والمخرج عرفنا كيف نوصل الى اعماق هذا الفؤاد. كاظم مدلل احبك حبيبي، اشكرك شكرا، يوفقك ويبارك بعمرك، وندعي له أن الله سبحانه وتعالى يا رب يرزق الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والشكر، الله يرحمه برحمته الواسعة. آمين يا رب العالمين. أطفال